السلام عليكم. هذا الجهاز اللي قدامكم اللي هو التايمر لسقي النباتات الخارجية الأشجار الحدائق الخارجية، هذا الجهاز عبارة عن قطعتين، القطعة هذه اللي فوق والفلفات هذول اللي تحت. الفلفات كل فلف 4 فلفات، كل فلف يعني يغذي لنا خط من الماي لجهة معينة احنا نتحكم فيها. انا الحين مركب الجهاز هذا على الطوفة. طبعا في بعض الاشخاص يركبون هذه الفلفات تحت بالارض، لكن انا ما عندي مساحة تكفي. شوفوا تحت ما عندي مساحة تكفي، ونقدر يعني بنفس الوقت حتى الفلفات هذه تكون بعيدة عن الجهاز امتار يعني. والواير هذا نشوف لنا واير بثمن وايرات ويوصل يربط بين الفلفات هذه وبين الجهاز، لكن انا حطيتهم كلهم على الطوفة في مكان واحد، وبعدين راح اسوي لهم مثل الخزانة من الالمنيوم اغطيهم. الحين حق التركيب. طبعا هذا الجهاز من الداخل، هذا الجهاز من الداخل هني، هذا طريقته. كل فلف من هذولا لا مكان هني يركب، يعني عندنا من الواحد الى الثمانية. طبعا اللي راح نستفيد منهم احنا بس 4. ناخذ اي واير من هالوايرات، يعني واير هذا نركبه على رقم 1، الواير الفلف الثاني نركبه 2، وكذلك لغاية 4. والواير الثاني اللي هني واللي هني واللي هني نربطهم يميع، ونطلع منهم واير ونخليه على الكوم هني، نربطه على الكوم. والجهاز فيه محول يحول الكهرباء الى 24، يعني من كهرباء البيت الى 24 حق الفلفات. نخليه هني، نخلي الوايرات هني على ال 24 في اي سي. زين، وفي باتري صغير مربع هذا للذاكرة، على اساس اذا طفت الكهرباء انفصلت عن الجهاز البرمجة لا تروح. زين، هذه طريقة تركيب الجهاز. زين، نيل البرمجة. الحين البرمجة سهلة. هذا الجهاز الاوتو، هذا الاوف، وهذول الزرين اللي فوق هذول نتحكم فيهم. نرفع مثلا الوقت او ننزل من الوقت او الفتره اللي احنا بنسقي فيها، نتحكم بهالقطعتين هذول بس، هالزرين هذول. بالبدايه نبرمج الجهاز على التاريخ والوقت اللي هم هذول الخانات الزرق هذول. شوفوا هذا الحين الوقت، هذا التايم، اقول المنت اللي هو 24 42، وبعدين هذه الساعة، الساعة 8 الصبح، وهذا اليوم اللي هو ساتردي. زين، نضبطهم هني بهالزرين فوق وتحت، نقدر نتحكم فيهم نوصل إلى اليوم والوقت. زين، عندنا بعدين الأيام، أيام الأسبوع هذولا 7 أيام. نحط على مثلا يوم الاثنين أون شقال، يوم الثلاثاء اون شقال، يوم الاربعاء. طبعا كل الايام انا مخليها شقاله، لان احنا يعني بالصيف نحتاج لان نسقي كل يوم، لكن في بعض الدول لا، يعني يسقي مثلا يوم يوم وترك، او كل يومين ما يسقي ويوم يسقي، على حسب الدول وحسب جوها. وحتى عندنا بالشتاء يعني نقدر نغير بالفتره، يعني نخلي الجهاز هذا يسقي لنا يوم وترك، او يومين ما نسقي ويوم نسقي. اني حق الارقام هذول اللي تحت، الاربعه هذول 4 فلفات اللي تحت، يعني كل فلف من هذول نقدر نتحكم فيه، نعطي وقت معين للسقي. مثلا انا حاط رقم واحد 10 دقائق، رقم 2 15، رقم 3 3 دقائق، رقم الفلف رقم 4 7 دقائق، يعني حسب حاجة النبات اللي عندنا. زين، وهذه الفترات اللي عندنا، فترات اليوم.
يعني الصبح الظهر المغرب او حسب ما احنا شو اسمه. طبعا هذه هم برمجها بالوقت، يعني مثلا الفترة الصباحية الساعة 7 الصبح، بعدين الساعة 12 الظهر، بعدين الساعة 7 المغرب. زين، وهذا على الكاستم زر. هذه طريقة البرمجة، والجهاز يعني برمجته سهلة جدا، لكن في البداية بعد ما ركبت أنا الجهاز على الطوفة وهذا، فما عندي خبرة في البرمجة، استعنت بواحد من الربع وبرمجة لي وعلمني طريقة الـ يعني طريقة تشغيله وبرمجته، فجدا جدا سهل يعني. بس بالبداية الواحد يتخوف منه، يعني يشوف شكله وهذا يخاف منه. فهذا الجهاز طبعا التايمر يوفر علينا يعني وقت جهد للمزارع أو صاحب البيت اللي هذا يسقي الحديقة، ما يطلع خصوصا أيام الصيف ما يطلع بالحر ويسقي نباتاته. الجهاز هذا يعطي كمية الماء المطلوبة بالوقت المحدد يوميا نفس الوقت ونفس الكمية. هذه العملية جدا مفيدة للنباتات، لكن إذا اختلفت يعني أعطينا كمية أقل ويوم نسينا النباتات يوم تأخرنا عليها، طبعا هذه تضر بالنباتات. الجهاز مو غالي، تقريبا يمكن 40 دينار الجهاز، والفلفات هذولا الواحد على 5 تحتاج إلى شوية بايبات توصل في الماي. فأنصحكم اللي عنده حديقة كبيرة يركب له تايمر. وشوفوا هذه النباتات، يعني هذا الحين اللي طالعه هذه كلها الخطميه الهولي هوك، طالعه البذور اللي طايحه من العام رجعت طلعت لنا التربه رطبه تحتها. هذا الجهاز اسمه رينبيرد، وفي جهاز ثاني اسمه هانتر بالسوق. الاجهزه الحين الحديثه هذا قديم شويه نسبيا، الاجهزه الجديده تي تقدر تتحكم فيها في الموبايل، يعني تحكم بتفتح بالموبايل وتبرمج بالموبايل من بعيد، يعني بالواي فاي تشبك الجهاز بالواي فاي وتتحكم بجهازك يعني بموبايلك تتحكم بسقي الحديقة. بس هذا الجهاز يعني قديم شوية لكنه عملي وشغال. هذه من أفضل الأجهزة الموجودة بالسوق. الحين كومار ما قام يطلع مثل قبل يعني يسقي الحديقة. بالبداية بداية الأمر بعد ما ركبت الجهاز وشغلته نحتاج إلى يعني تقريبا يومين ثلاثة نضبط بالكمية الماء عشان نقيمها ونقدرها ايش كثر مثلا النباتات هذه تحتاج على هالخط، ايش كثر النباتات الثانية على كل خط، والفلفات يعني فتحة الفلف ايش كثر تكون. هذه نحتاج لها نشيك إذا ما في هوز افتلت مثلا من مكانه طلع، هذه الأمور. بعدها ما يحتاج يعني الواحد يعني يطلع للحديقة ويشيك ويشوف. هذه من الأمور اللي خففت الشغل يعني على كومار، خصوصا فترة الصيف فترة حارة عندنا. الله يعيننا على الصيف بالكويت، درجات الحرارة طبعا ترتفع توصل إلى فوق 50، هذه الدرجات يعني حسب المقاييس الرسمية، لكنها هي الواقع أكثر من كذي. والله يعين نباتاتنا وإن شاء الله نعدي فترة الصيف ونباتاتنا تكون عايشة يعني ما ماتت. وشاكر لكم على المشاهدة.